السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي المشاهدين وأحيي أختي أم خالد. اليوم طبختنا طبخة مجبوس دياي. حاشم خالد. الحمد لله الله يعافيك. خالد أنت الله يعطيك العافية. الحمد لله. حال الأهل والجيران. الحمد لله حبيب كلهم صاحين ما شاء الله. كلهم الحمد لله بخير وعافية ونعمة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يعطيهم العافية. الله يعطيك العافية والصحة. يرفع عنا إن شاء الله هالمرض هالبلاء وهالابتلاء يا رب يا قادر يا كريم. أم خالد لو سمحتي أبغى ثوم شوي. إن شاء الله. راسين ثوم. إن شاء الله. هذا عندنا المكونات المجبوس. عندنا الطماط، عندنا البيليان، عندنا البطاط، عندنا النعناع، عندنا البقدونس، عندنا الكزبرة، عندنا العيش، عندنا الفلفل، عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا زنجبيل الطازة، وعندنا الليمون الأخضر، وعندنا الليمون الأصفر. الحين عندنا المكونات البهارات، هذا الورق الغار الناشف، الليمون الناشف، البهارات المخلط العربية، وهذا الفلفل الأسود، القرفة الناعمة، الزنجبيل الناعم، البهارات العربية، الفلفل يابس، القرفة الخشب، البقدونس الناعم، الهيل الناعم، الهيل الحب، الكسبرة الناعمة، الملح، الماجي، النجمة، الفلفل الحب، الزعفران، الزيت، دياي، الزيت العربي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بننزل الجدر عشان بقلي الدياي، بحمر الدياي، لازم نحمر الدياي عشان للمجبوس. بسوي مجبوس أم أحمد اليوم؟ نعم بسوي مجبوس. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما شاء الله أم أحمد حلو مجبوس. بسم الله الرحمن الرحيم. منوري النار عشان نحط التاوة لين تحر. منشيل الحين التاوة وبنحطيها على النار لين تحمي التاوة. الحين بنشيل الدياي. عندنا مجبوس دياي لازم ببهره شوي. أول ببتدي بالملح. الملح اللي هو نملح الدياي عشان ما يتكسر الملح. هذا الملح. ومنبتدي بالكركم. هذا الكركم ضروري الكركم عشان يعطي صفرة الأكل. هذا الابزار لازم بهر الابزار شوية بالدياي بال البهارات. الحين ما حطيت فيه هيل، ما حطيت فيه شيء، لان ليش الهيل يحرق الدياي بعدين. هذا الحين بحطي بس البهارات. الحين بتبل البهارات، بتبل الدياي. الدياي لازم تخلطه. محمد حطيتي الملح؟ حطيت حبيبتي اول الملح يا ام خالد. ايه لازم. الحين حمت التاوة، الحين بحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يحمد الزيت. عقب ما يحمد الزيت نحس الزيت حمى، بنحط الدياي. الحين بنتبل الدياي. لازم نتبل الدياي ليش يخلط الخلطة كلها كامل. تخلط الخلطة للدياي يعني تتبل حلوة يعني يعطي نكهة الأكل. نحب نحمره. لازم لو بنحطي بقبشة لكن لازم تبلع في اليدين. نشوف المكانات حايشنا، مكانات ما حايشنا تبلع كلها. هاي الحين تبلنا. هذا الدياي اللي بزرنا طبعا. هذا الدياي الحين بنشوف. نشوف احنا حامي الزيت او ما حامي. بنحط شويه، بنحط الدياي شويه. اذا حاميه بتعطي صوت، اذا ما حاميه ما فيها صوت. بسم الله.
بعد انه ليش نعرف خلي محمد ليش الزيت نعرف ما حامي شويه طول عليه ما سوى صوت طول عليه محمد ما سوى صوت طول على النار بيسوي صوت يقدر الدواء حامي يلا خالد تفرمتي بصل هي حبيبي ابى طماطه وحده ان شاء الله وفلفل سوي لي فلفل هذا الاخضر شرحي شرايح ان شاء الله ما تقصصي طوال ان شاء الله الغالي شرحي شرح بليانة شوية بطاطي شوية إن شاء الله من كل شيء شوي شوي إن شاء الله جبيل حطيت أختي من العين إن شاء الله الحين بحط الحين بحط بقدونس كسبرة مشوي شوي ولا يهم ولا يهم حلو للمتبوس لازم ولا يهمش أم محمد لازم حاضرين الله يعطيك العافية حاضرين للطيبين هذا أول ترى طبخنا الحين تعلمنا لازم نحط فيه خضار يوم الأكل فيه خضار قصة المجبوس في خضار في هذا يعطيك نغمة للأكل صح يعطيك نغمة والدياي يحلي الخضار يحلي الثوم يحلي الطماط لازم بقدونس الكسبرة هذا يحلي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لما حطيتها بعد يعني بسم الله ما لي طعم بسم الله الرحمن الرحيم حملي عن الحار الحين حمدت وتحمد داوى حمد بسم الله الرحمن الرحيم ما بنحط الدياي اول على ظهره على ورق لا اول من بدينا عشان ما نقدر نحطي لانه ما يطلع الهسوسه للدياي نحطي شوي شوي ما نقدر نحطي الدياي نسد عليها شكل عشان ما نحن نتضرر ايه نحطي شوي الدياي هالشكل من يحمر الدياي خلاص هاي الدياي الحمراء لين يحمر الدياي خالد نعم هذا الحين بوري بغيت شيء حبيبي بغيت هذا شوية عشان يحر الماي الحار للمتبوس بسرعة الطبخ سريع الطبخان ايه لازم عشان لازم ما يحار لازم محمد لازم المتبوس ما يحار الحين طبعا نحطي هذا حمل لازم ما يحار عشان بسرعه لازم هذا الدياي تشوفه بسم الله الحمرا بعدين ما نقدر هنا الليمون بعدين نقص لي ليمون حق التزيين والطماط ان شاء الله ان شاء الله شويه بطاط ان شاء الله محمد بطاط واحد حبيبي من كلها شويه 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 لان ليش بعد تزيين حطي هناك هذا هو البار تعلمنا ام خالد تعلمنا الطبخ تعلمنا البنت تعلم من عمرها 11 سنة 12 سنة شيء بسيط لازم لين تاخذ ايديها من كملت 14 15 سنة خلاص ما شاء الله تعتمد عليها الأم صح ايه تعتمد عليها الأم بنت عمرها 10 سنوات هي تطبخ تطبخ شيء بسيط يعني ما شاء الله طبخه يتعلم حتى ما تقدر تشل العيش تغرفه بالغرافة ايه نعم تغرفه بالغرافة تحطيه في الماء تغرفه بالغرافة يعني طاسة أو عشان ما تقدر تشيل القدر ما تقدر تشيل انها صغيره وحليلها ايه صغيره ايه ما صغيره هشكل تعلمت لازم نقلب زين مره نحمر بسم الله تحملي ترى الدهن يطش محمد ايه الدهن يطش يلا بسم الله شوية خلي التاوة يلا دياينا خلص بالتقلة الحين بنحمره بالجلد بسم الله الرحمن الرحيم خلص الدياي بسم الله الرحمن الرحيم
خلاص. صفاها شوية. خلاص حط. يلا بسم الله الرحمن. الحين بنحمر المخالد. نعم. خلصت البصل حبيبتي؟ ايه ايه. البصل مع الطماط هاي البطاط والثوم. يلا بسم الله. الحين حمينا حطينا الجدر يحمي. ريل الحماية. بسم الله. أول بنحط البصل طبعاً. بنحمر البصل روحة واحدة. بين يحمر البصل بنحطي عليه المقادير. الثوم بنحطي عليه الكسبرة. أختي فرملي كسبرة وبقدونس حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله. طماط تبي صح؟ ها؟ طماط لا؟ طماط هي كسبرة بقدونس. بنحمر البصل. هذا البصل ما حطينا فيه دهن. اول حمرنا البصل من دون دهن. حمرنا البصل لان ليش تطلع ريحه البصل. بنضيف عليه الثوم وبنضيف عليه الزنجبيل. بعدين بنضيف عليه هذا البطاط. بطاط بنضيف عليه يوم بنحط الدهن عشان يحمر وراه. هنا الدهن البصل نحمره من دون زيت. بسم الله. الحين بنضيف عليه الثوم اللي هو زنجبيل مفرم فيه مع بعض من دون زيته. انا بحمره من دون زيت. بعدين بشوف ريحه البقدونس الثوم والبصل والزنجبيل طلعت. بعدين بحطي عليه. جودي يا خالد طلعت ريحه الثوم. بضيف عليه الدهن اللي مال الشياط. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف عليه هاي الدهن. البصل مع الثوم. الحين حمرنا البصل. الحين بنضيف عليه الدياي. ام خالد فرمتي الطماط؟ ايه. جيبي اعطيني. ديه هذا. الحين بنضيف عليه طماط. نضيف عليه فلفل. البطاط. بنحمره بعدين بنضيف الدياي. ليش اختي؟ الحين ضافينا عليه الطماط، ضافينا عليه الفلفل، طبعا الفلفل ما شرخناه، ما قطيناه، شرحناه شرايح. عشان شويه يسوي فيها شويه حروره، يوم الطبخه فيها حروره المكبوس او برياني او سمك او فيها حروره البهارات. مال بهارات الفلفل الاخضر هو احسن شيء. الفلفل الاخضر هو يعطي النكهه للمتبوس. الحين بضيف عليه الدياي. بضيف عليه الدياي طبعا ما حطيت عليه بهارات، ما حطيت عليه شيء. الحين بضيف عليه الدياي عشان يتحمر معه. عقب ما قليناه الدياي. هذا الدياي. حمرنا الدياي. طبعا هذا الدياي محمر مع الدهن. ما بضيف عليه اي شيء. بحمره شويه. بقلب الدياي مع المكبوس مع الدياي مع البهارات مع الثوم ما حطيت عليه بعد انه اي شيء. بسكر عليه شويه عشان ياخذ ريحه الشياط.
عشان ريحة الأسياط ضيف عليه. الحين بضيف عليه البهارات، هو بحاجة لي. إحنا سكرنا عليه الدياي، مع الدياي مع هذا الحين بضيف عليه. أول ما بضيف بضيف عليه الكركم. طبعا الكركم هو شوي ما وايد عشان ما يستوي وايد أصفر، لأن قفشتنا حابينها هذه صغيرة عشان ما تعطينا هذا محمد. الكمون محمد تفضلي احطيه انزين ما علي بحطي احطيه على النش يخلي هنا اللي بعطي بعدين بطلب على النش ورابح الا خلي حطي شوي خلي احطي هذا هذا الهيل الناعم طبعا الهيل الناعم يبقى له قفشتين عشان يعطيك اللذه وهذا النجمه طبعا لازم نجمه عشان هذا هو شكل الهيل هذا النجمه شكل الهيل العادي هي بس اسمها نجمه ولا نغمتها نغمه الهيل هذا لازم نغسله عشان سبحان الله طايح بمكان او حاجه شيء وهذا الهيل اربع حبات هيل نغسله طبعا هذا ورق الغار وهذا هنتين قرفة ناعمة الحين بحمر مع بعض بحمسه عشان ياخذ البهارات مع الاشياط الدياي اعطينا ام خالد بسم الله الحين بضيف عليه البيليان الاسود طبعا ما حمر البيليان الاسود بسرعه سريع النضاج هاي النعناع شويه هذا البقدونس والكسبره خالد خليها الحين بنضيف عليه الفلفل النبق على ما يقولوا الفلفل الناشف النبق بضيف عليه الماجي حبه ماجي بس كفايه حبه ماجي هذه هذا الفلفل الخشب هذا الليمون اللي انا خرجته مغسول ومطهر طبعا ما قصده خرجته لان ليش بيدش في الماي مال الطبخ وهذا الزنجبيل الناعم وهذا الكمون الناعم طبعا بحاجه ليه يعطيك نغمه الاكل ما ملحناه بعدين شوي بعم نملحه هذا الحين بمرق عليه الماي اللي هو حار طبعا المتبوس لازم يبقى ماي حار عشان سريع طباخ بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الغرافة طبعا ما نقدر نمسها بحار هاي الغرافة في أغرب عني شو محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا الماي المدفوس لازم نحطي ماي حار عشان يطبخ بسرعة ما يتم يبطي بالطبخ هذا الماي ماي الحار هذا الحين بنحطه هنا الحين بنملحه ما ملحنا أول طبعا الحين بنملحه ما بنملحه وايد بنملحه شوية عشان بعدين بنشوف ملحته إذا شوية ملح تقدر تزيده إذا ما في ملح تقدر تزيده إذا في ملح بعدين ما تقدر تزيده لأن إحنا ملحناه بال نحطي عليه ملح شوية بعدين نقدر نشوف ملحته هل مالحة ولا ما مالحة بنضيف عليه شوية دهن عربي عشان يعطيك اللذة هذا متبوس
يطبخ على طول، طبخ على طول. الحين خلي يطبخ شوي بنشوف ملحته. عشان ما يحار محمد. ما يحار بسرعة يطبخ. ما يحار بسرعة يطبخ. بسرعة يطبخ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنشوف الدياي ناضي. يلا ام خالد اعطيني العيش حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيش بنحطه فيه. بسم الله العيش جاهز ومغسول مره. شافيت الملح محمد؟ ما اعلم اشوف الملح صراحه. هذا الملح بنحطه بعدين. هذا العيش شيطناه. عيش مغسول وجاهز ام خالد مره. ما شاء الله عيش حلاته. عيش حلو كله ما شاء الله حلو عيشه. عيش حلوه. اي ما شاء الله صلينا على النبي الله يزيد النعمه ويبارك. امين امين امين. هذا متبوس ان شاء الله. خلص ان شاء الله بيخلص. خلص بخلص ما بيبقى شيء. ما عشان الاهال بيجوا له مدارس بيبوا يتغدوا. يلا مغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين بشوف ملحته. ملحته زينة أو ما أدري. إذا ملحنا وايد ما نقدر نشوف. الملحة زينة. يلا بسم الله. شيخ يا ثور يا شيخ القدور بناكل بنصير ندور صح؟ ايه ايه ناكل الحين بزيده شوية شوية فيل. شوية شوية حط الملح بس نص شوية ما وايد نص قرفة ما حطينا عليه بساعة ما سددت شوية نزيد بس شوف ملح شوية نغمتها كيف؟ اقول ليش؟ تقدر تزيد شوية ملح شوية ما وايد ها؟ عشان العيش بعد بيطبخ له. إيه ما عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. الحين غدانا أبوي جاهز. دياي متبوس. الحين جاهز للغرف. بنغرف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا متبوسنا متبوس دياي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حار حار مرة. حار بعد ما برد. ايه حار مرة. بسم الله. بعد ما برد. متبوس حار. ما اتذكره حليمة اول يوم قريت الشارجة. يقول اطبخ يا جدري تحتك حطب سمري والناس ما تدري. ايه يقول ثور يا شيخ القدور بناكل بنصير الدور. صح. الجدر كله. متبوس دياي حار دياي طازه مره تونا ذبحنا خذيناه من هذا وذبحنا على طول توج مره؟ اي مره ما شاء الله على طول مره دياي طازه بسم الله الرحمن الرحيم لازم طازه بسم الله الرحمن الرحيم يلا ام خالد نعم اعطينا حبيبي هذا بسم الله تفضل ام ما عدلتي من البروم ما علم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا طبعا اللومي هذا لازم
لازم نزينه عشان يشهي الأكل. لكن اللي إذا فيه زين هذا النعناع يا أم خالد كله من المزارع. مزرعتنا الحمد لله كل شيء فيها المزارع هذه، كل شيء ما نزرع فيه، نزرع فيه الفلفل، نزرع الباذنجان، نزرع الطماطم. احنا بموسم هذا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أم خالد وش رايش هذا مجبوسنا اليوم؟ مجبوس دياي تمام ما شاء الله. وش رايش؟ تمام، صلينا على النبي ما شاء الله. حلو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذا طبختنا اليوم اعزائي المشاهدين، طبخه مجبوس الدياي، والهنا والعافيه عليكم.